مساء الخير عليكم جميعا في سلسلة الويبينارات التي تقيمها جامعتنا بالتعاون مع أوس أمازون، يعني أمازون ويب سيرفيس. محاضرتنا اليوم راح تكون عن التعليم الإلكتروني في الحوسبة السحابية. طبعا هذه السلسلة أو هذه المحاضرة أو الويبينار هي من المسؤوليات الاجتماعية التي تقع على عاتق جامعتنا من أجل تدريب كادر ومنحهم شهادات تساعدهم في الدخول إلى سوق العمل. كذلك أنه تطمح جامعتنا من خلال الأستاذ عمار حنون المتخصص في مجال الديتا سنتر، كذلك تطمح إلى تدريب كادر مختص ضمن هذا المجال. حاليا نترك المجال للأستاذ عمار حنون المتخصص في مجال الديتا سنتر. أهلا وسهلا أستاذ عمار. شكرا لك استاذ وسام، وشكرا لجامعه كريت. وهذه المره الثانيه احنا نسوي هذا اللقاء اليوم. ان شاء الله راح نشوفكم ان شاء الله جديده صارت من اخر مره التقينا، يمكن التقينا العام شهر 11 على ما اتذكر، اي نعم، وشوفك صار من ذاك اليوم لهاليوم. وهي رساله يعني لكل الموجودين، حتى احنا اليوم شلون نطور نفسنا، شنو نسوي، شنو نقدر نقدم لنفسنا، وكل هذه الامور. فراح ابدا وياكم بامور يمكن يعني بهذه المره 14 اعيدها تقريبا ويا بعض الجامعات، وجامعات التقينا بها من دهوك، بغداد، الكوت، يعني قسم الجامعات صار اكثر من مره، حتى اشارك وياكم بعض الامور. واللي ما يعرفني سابقا حتى اليوم يتعرف عليه، وين يلقى الكوميونتي، وين يلقيني اني، شلون يتواصل وياي، يتواصل ويا الكوميونتي، يستفاد منهم، اعرفكم على الموجودين. يعني اليوم دا يقدموا خدمات العراقيين انضموا للكوميونتي. خلينا بس نسوي هذه القضية هنا. أنا عندنا اوكي، ما من هذه ماشي. أول نقطة نريد نحكي بيها اللي هي هذا اللوجو، شنو معناه؟ هذا الحمد لله بعد ما حققنا قسم من المتطلبات لـ AWS. أنا بنفسي شخصيا بدون اعتماد على أي شخص، بدون ما ألجأ لحكومة، بدون ما ألجأ لوزارة ولا ألجأ لأي شيء. ستعرفون علي أكثر، أنا وين مقيم، وين قاعد، وش أسوي. من المميزات اللي عندي الحمد لله أنا الوحيد بالشرق الأوسط اللي يعني بالشرق الأوسط. اليوم يمكن صار عنده منافس ثاني بس عنده نفس الشهادات، بس من ناحية التكنيكال أبقى متميز باللقب. فاستضافيت بأكثر من مكان، المستوى العربي، المستوى الأمريكي. لما صارت امور الكوميونتي فحققت هذا الشيء اللي هو الاسم العراقي يوزر جروب. هذا صار عنده حصه مع الامازون، شركه اي دبليو اس، امازون ويب سيرفيس، اللي تقدم خدمات الكلاود. فرمزنا له بهذا الرمز المنويه، وهذا كلمه العراق انكتبت بصديقي وسام خطاط مقيم في ماليزيا. هذا بخط ايده كتبه، بعدين حولناها من على الكمبيوتر، وهنا الرمز مالتنا. واصبح عندنا اليوم جروب معتمد من قبل شركه اجنبيه مدعومه بكوادر. يعني انا الوحيد حاليا وياي محمد، اساعرفكم عليه بنهايه السيشن، وبعض الناس اللي موجودين ويا حصلت على لقب انه كوميونتي بيلدر. نمشي. أني هذه صورتي اللي ما شايفني بالانستغرام، عندي بعض الصور اللي يحب يشوفها، يشوف اللقاءات مالتي الأمور حتى بس أعرفكم عليها. أني MCT مايكروسوفت سيرتيفايد ترينر. بالنسبة للكلاود الثاني المنافس آجر، أنا عندي اكسبيرت. أمازون اختارتني، من يختارون 26% من المتقدمين الحمد لله اختاروا إني أصير AWS بيلدر، اللي من ضمن عندنا أقدم لكم هاي الخدمة، نثقف الناس، نعرف الناس، توجه أكثر شيء ويا الجامعات حتى الصوت يوصل بسرعة. مؤخرا ايضا انا صرت بروجكت مانجر سيرتيفايد الحمد لله.
وراح نحكي ايضا عن تداخل البزنس مع الكلاود مع التكنولوجيا، وحتى انت شلون تطلع خارج هذا الصندوق انه اليوم ادور وظيفه ودور هذه الامور وظل تنتظر. لا، احنا نشوفك اليوم شلون تتحقق بزنس، وراح نحكي على ترابط موضوع التعليم الالكتروني بالكلاود. هذه الجزئية هنا انتهت. عندنا الجزئية الأخرى اللي هي قبل لا نبدأ شرح المادة، أريدك تعرف هذا الشيء. هذا الصوت يرهم، تقدر تشيله من السيرنج لو أهلا أستاذ عمار، أي المفروض هو ينشال صراحة، بس هسه راح أرجع أتأكد منه. أوكي حاول إذا تقدر. مو الناس تنقطع إذا الإنترنت داخلة طالعة. نعم صح، اوكي، فبالنسبه لنا حتى احنا عندنا هواي ناس للاسف تشكك بالموضوع وتسال وهذه، فانا مضطر بكل محاضره اقدم الدلائل للناس يشوفوها. احنا بالجوجل بس مجرد تكتب اي دبليو اس يوزر جروب، زين، تكتب اي دبليو اس يوزر جروب مثلا، حتى اذا تريد تكتب العراق او لا تكتبها بشكل عام، المفروض تروح تحافظ على مال الكوميونيتيز. إذا تضغط عليه، إحنا بالنسبة لنا تحت الميدل إيست. هنا راح تلاقي العراق موجود، عندنا بغداد اللي هي هاي الحمد لله ضافوا اسم، كان ما موجود هذه، حتى عندي صور على الفيسبوك مبين إنه أنا كانت ما موجودة هسه بينت. وهذا بغداد تضغط عليه تلقي هنا الكوميونيتي مالتنا، الميت أبس البارحة كان عندنا مال الذكاء الاصطناعي مثلا، أنا وصديقي المأمون، زين، والمفسر تبين مال الجامعة تكريت. الشغلة الإضافية الحلوة اللي تغيرت، إحنا اليوم جروبنا مال الفيسبوك صار مربوط ويا شركة أي دبليو إس، وهذه ميزة جديدة. يعني انت اليوم من تكتب تعليق او تسأل سؤال او فد شغلة، تلقى موظف او احد مختص يجاوبك على الموضوع. بعد مجرد ما تضغط عليه يوديك للجروب مالتنا. هذا شيء جديد، ما يعني ما صاير. وايضا هذا السبت الجاي عندنا لقاء مال من مجال الذكاء الاصطناعي، هذا ان شاء الله تحكي لكم عنه. بالنسبة للموضوع اللي راح احكي بيه اني، اللي يدور على الدورة هاي موجودة، سمان كاتب علي هذه الدورة للناس، زين، تسأل عن دورة كلاود. هذه هنا الدورة موجودة 30 ساعة، نجحوا بيها كمية حوالي أكثر من 60 70 شخص. طبعا أحمد سمير ويانا ككوميونيتي بلدر من ناحية السعودية ومن ناحية مصر، اشتغلوا على هذا الموضوع، سجلوا دورة كاملة تدخل عليها تتعلم منها تستفاد من عندها، تنطيك الخبرة الكاملة ويدليك أيضا وين راح تلقي المختبر مالتك، زين، اللي تتدرب عليه. طبعا هذا هم راح اوضح لكم اياه، اسمه اي دبليو اس اي يو جي العراق يوزر جروب، او اسمه ملتقى كلاود العراق. هذا جروب رسمي موجوده به هنا هواي تفاصيل، ايضا موجود شخص ويانا من الموصل. طبعا معظم اللقاءات موجوده مسجله هنا اي سؤال عندك عبد الله محمد بيد حط الدروس البدائيه. اذا انت بعدك ما عندك فكره عن الكلاود، فهذا عند اليوم وصل للدرس التاسع، البدايات مالته، نفس الامور اللي يشرحها استاذ اسامه تكون بالمركز، هم يعني يشرح بعض الامور الاساسيه هنا حتى انت يصير عندك البدايه تدخل بيها الى الكلاود. وبالمناسبه الكلاود داتا سنتر هو مجرد بس اسم تجاري موجه الى داتا سنتر بالاخير، موجود كهاردوير، هسه راح تعرف على هاي التفاصيل. فهنا موجود هاي السيشنات، هذا الشخص اللي يسجله بشكل تطوعي تقدرون تستفيدون من عندها، و هذا السكشن انتهى بالنسبة لهذا الموضوع. نروح نعرف شنو نريد نحكي اليوم. راح نحكي قضية جدا مهمة، اللي هي قضية التعليم الإلكتروني، المعاناة اللي عانى منها العراق، و مالته. فالنقطة مالت يعني اللي حكيت فيها بهاي تقريبا 6 دقائق اللي راحت، يعني احنا من التقينا بشهر تقريبا 11، واحنا اليوم شهر 9، والحمد لله أنا حققت هاي الإنجازات، وصار عندي لقاء أكثر من 14 جامعة، حققت العراق اسم رسمي، حققت نفسي كاسم،
لفائدة الناس طبعا أكيد. فأنت همين أيضا، أنت اللي موجود هسه تسمعني، كأستاذ كطالب كباحث، دائما خلي عندك هدف، خلي عندك هدف تمشي به تستفاد من عنده. كل بلد ما في كهرباء، ما هذا الشيء موجود. احنا من بامريكا عندنا المعاناة مالتنا، ما عندنا حياة رفاهية، ما عندنا هذا، كل حياتنا عبارة عن شغل. بس خلي لنفسك هدف انه انت اليوم وحاسب نفسك بعد سنة ايش سويت. انا عن نفسي ما عندي مجبورية انه اسوي كل هاي الامور، وملتزم كل سبت او كل احد لقاء ويا الجامعة هذه. بس الدافع عندي دافع وطني، ولا جاي دور انتخابات ولا اي شيء، بس انا جاي اريد افيد ناس، اريد الناس تستفاد، تستخدم هاي الاليات، تستخدم هاي التولز في فائدة نفسها والحرص طبعا اكيد. خلونا نبدي بالموضوع ونحكي على شنو الكلاود وشو يسوي وين راح نستفاد من عنده وشلون نوظف. بس بالعملي ان شاء الله من ندخل اشوفكم شلون تحصلون لاب عملي على المختبرات والأمور الثانية اللي ممكن تستفيدوا منها. أوكي، إحنا نعرف بيئة الداتا سنتر عبارة عن راكات بهذا الشكل، وهاي الراكات هي عبارة عن دائما وجود سيرفرات المفروض بس براكتس بسيسكو، احكي سيسكو باعتبار كنت موظف سابق في سيسكو، إن السيرفرات تكون هنا يعني أسفل الراك. هنا تكون عندك بعض الستورجز او الشغلات الامور، تكون عندك بعض السويتشات، وخاصه اذا تستخدم بيئه النكسس. نكسس سويتشز اللي تختلف عن الاي او اس العادي، بس هي سويتشات داتا سنتر. واكو سيرفرات اللي هي اسمها يو سي اس، وهي كلها مكونات الكلاود، مكونات الكلاود اللي بعدين يركب عليها في ام وير. وبالنسبه للستورج كهارد درايف عندك اي ام سي، عندك نتاب. وهذا مثلا هذا الراك لثلاث قطع، أو ممكن يكون 10، ممكن يكون 100 قطعة، 100 راك، بالتيرا بايت. الرام مو بالجيجا بايت، يصير بالتيرا بايت. الستورج يصير بالبيتا بايت أو بالزيتا بايت، نتعامل توي بيانات عملاقة مثل فيسبوك وغيره وهالأمور. بس هذا الانفايرمنت أنا اليوم حتى أحقق بيئة تعليم الإلكتروني بالعراق. أنت عندك داتا سنتر، داتا سنتر اول معيار تحتاجه ان توفر انت بنايه امنه من ناحيه سايبر سكيورتي، وتوفر اجهزه ريدندن. يعني اذا عندك سيرفر لازم عندك اثنين سويتش، عندك ثاني فاير وول، عندك ثاني ما يصير شيء يسوي اسمه سنجل بوينت اوف فيلير. سنجل بوينت اوف فيلير يعني عندك جهاز واحد اذا عطل معناها الخدمه وقفت، هاي مشكله. ولازم عندك ساعات، عندك كباسيتي زينة. احنا اليوم الطالب اللي يطب يمتحن ساعة الامتحانات، يطب لك 1000 طالب يمتحن، السيرفر يثقل ما بي إمكانية. غير انه المعيار الاهم، اكو كهرباء اكو داتا سنتر، ماكو كهرباء اصلا لا تسوي داتا سنتر، او توفر لك مولدة. مولدة اثنين وليس واحدة، مولدتين، واحدة تشتغل واحدة ترتاح، وهكذا حتى تقدر تسيطر وتوفر خدمة. جت شركات الكلاود قالت لك اني ابني لك هذا الداتا سنتر، واني ارتب لك اياها واحط لك عليه كل السوفت وير اللي تحتاجه وكل البرامج اللي تحتاجه، واسوي لك الكونكشنز، واسوي لك الاي بي اي. وهاي هسه العاصفه مالت قالت البايثون وقال ما اعرف ايش وما اعرف شقراني وش اسوي، هذا كله هو حاط لك على شكل كتالوجات ومرتبها. انت مجرد تضغط شغل خدمه، هم مسؤولين عن الكهرباء، هم مسؤولين عن الجهاز، جهاز احترق من السوالف، عطل، ما يخصك، يخصهم هم، مقابل إيجار. إيجار في الدفع بالدقيقة، بالساعة، باليوم، تريد بعقد، عندك كل الخيارات. فيجون هم موفرين لك ابلكيشن سيرفر، ويب سيرفر، داتابيس، جيمنج، ميل، ميديا، وكل هاي التفاصيل واللي انت تقريبا تحتاجهم كلهم. سو الكلاود على شكل انستنس. انستنس يعني هي في ام مثل في ام وير، انستنس بهذا الشكل. زين، اسمها اي سي 2 Elastic كومبيوت، يعني كمبيوتر مرن مطاطي. يعني شنو مطاطي؟ معناه اني من عندي سيرفر 4 جيجا بهارد درايف مثلا 100 جيجا الهارد، وسي بي يو مثلا كور خلينا نقول اكزيون، يعني سنجل سي بي يو،
وصار عندك زخم، يفتح لك الرامات يسويهن 8، السي بي يصير 2، فيفتح لك سيرفر ثاني ثالث ورابع وخامس وسادس وسابع. طبعا اكو سكند من هذا الموضوع انت تقدر تسويها، ومن تخلص السيرفيسز او الناس تبدا تنسحب من الامتحان، نحكي احنا تعليم الكتروني، يرجع الى سيرفر واحد. فواحدة من الامور اللي ينطيك اياها هنا، انت تريد الاستيسيتي، تريد مطاطيه مرونه. تقول لي مو مشكله، انا الكلاود مو امن، الكلاود يبوق معلوماتي، الكلاود نحكي عليه نسوق سمعته هسه، ايش قد ما نقدر نسوق السمعه مالته. الكلاود مو حباب، الكلاود شو تريد تقول عليه قول. بس انت اليوم حتى تبني انفايرمنت متكامله، انت راح تحتاج الى ملايين الدولارات، ملايين مو مليون واثنين، لا راح تحتاج لك يعني انت كجامعه، بس جامعه تكريت سهل تصرف لك 20 مليون دولار، وهذا المبلغ ممكن تصرفه انت كل ثلاثة الى 5 سنوات. لازم تغير الاجهزه، لازم تحدثها، لازم تتابعها، لازم عندك القدرات اللي يسووها، لازم عندك تيم مال سايبر سكيورتي يامن هاي الداتا وكل هاي المعايير اللي يسويها. بس راح تيجي انت يوم من الايام هذه السيرفيسز راح تكون عندك لها حد، السيرفر مثلا يتحمل له 10,000 مستخدم او يتحمل له 1,000 مستخدم. ساعة الساعة انت عندك 4 صفوف، كذا كلية جامعة، كذا كلية، كذا قسم راح يدخل يمتحن، هم يجيك يوم انت راح تفوت. تقول لي ايه اشتري زيادة، تشتري زيادة الصيف كل هاي الاجهزة تشتغل وواقفة وهذا، وتصرف كهرباء وتصرف تبريد وتصرف ادارة انت ما محتاجها. زين زين، الكلاود شلون امن لو مو امن؟ لا الكلاود امن، الكلاود عنده معيار النست، الكلاود عنده معيار البي سي اي، الكلاود عنده معيار جي دي بي ار، الكلاود عنده الايزو، عنده الدي او دي، عنده هواية كومبلاينس موجودة. احنا الداتا سنتر اللي موجود عندنا ما بي ولا كومبلاينس، باب حديد وشادي بزنجيل وقفل مزنجر. زين اذا شوية تعب روحك تطق للقفل وتدخل بيه، ما بي اي معيار امني. هنا أنا لا عندك معيار امني بالداتا سنتر مال امازون او مال اجر او مال جوجل، عندهم كافة باب معين وحاطين لك عليه ناس حرس وجايبين لك ناس مسوين عليهم باك جراوند تشيك بالاف بي اي وبوزارة الداخلية ومدري وين ومدري وين، يتاكدوا من عندهم هذول ما يسربون المعلومات، وعندهم فد ليفل مال كليرنس معين. هو الامن مو بس الامن، مو بس تكنولوجي، لا الامن استراتيجي، الامن سوشيال انجينيرنج، الامن ريفرس انجينيرنج، هاي كلها شلون اسويها. السوشيال انجينيرنج اهم شيء. فهذه الامور انت حاليا يحتاج لك مبالغ، يحتاج لك كوادر تدربها، يحتاج لك كل هاي التفاصيل. ومع ذلك شركات عملاقة اليوم عندها هاي الامكانيات وعندها هاي المهندسين اللي مضبوطين ومشاهير، فشي يسوي؟ يقول لك اروح ذولي هم ينطون الخدمة جاهزة الي مرتبة. فهاني هنا المعيار هذا الازرق، او العفو هذا الشارت الازرق، شو يسوي؟ هذا يأشر لك ساعة الزخم انه يفتح لك سيرفيسز، وساعة بدون الطلاب يقلون من الامتحانات يبدأ يطفي لك هذه السيرفيسز. فانت هنا حتى لو تشتري سيرفر من عندهم او تأجر هذا السيرفر، مجرد انه تعب انستنس وتجي توقفه ساعة ما تحتاجه، فعندك كنترول. بعدين عندك الفلكسبيليتي. شنو الفلكسبيليتي؟ يعني انا قبل فتره هسه هاي عندك مواصفات الحاسوب اللي هي سي 5 دي لارج، مثلا هاي 2 سي بي يو 4 جيجا رام 50 اس اس دي، ينطيك سرعه 10 جيجا بت وهكذا. وانا هسه دارد اغير من هاي المواصفات من 2 سي بي يو الى 16 سي بي يو، بس في الاستاب وغير. انت هنا السيرفر اذا اشتريته والسلوتات قبضت عندك رامات وسي بي يوز، مضطر تروح تشتري لو مذر بورد جديده او تشتري سيرفر كامل جديد حتى تغيره. لا بالكلاود لا، طفي انتقل من 2 سي بي يو الى 16 الى 36 72، خلصت منه تقدر تتحول من 72 لبلب 2 طبيعيا. مثلا عندك الانتجريشن، هنا لعبتنا
انت حتى توفر دي ان اس راح يحتاج لك سيرفر يسوي دي ان اس عندك بالكلاود هنا، خاصه امازون اسمه راوتر 53، راح تشتري من عنده تكريت جامعه تكريت دوت كوم دوت اي دي ايفر. زين هذا هو منطقي اياها. عندك الاستيك لود بالانسر هذا الاي ال بي حتى من يصير حمل، يعني طبوا كليه العلوم وطبوا كليه الحاسبات وكليه ما ادري منو وكليه كذا، هذا اللود بالانسر موجود يوزع لك. انت بالداتا سنتر لازم تروح تشتري يا نت سكيلر يا تشتري اف 5 لود بالانسر، ويحتاج لك مهندس يعرف يدير هذا الموضوع او تجيب شركة تدير هذا اللود بالانسر، او احد عنده يعني سيرتيفيكت او عنده خبرة بهذا اللود بالانسر. هذا اللود بالانسر عبارة عن جهاز كبير صغير يقدم خدمة كبيرة، فانت حتى توفر هذا الشيء. فهنا انت تقدر تبني ويب سيرفر، عندك هنا السكيورتي جروب تقدر تحطها، عندك الداتا فاليو مالتك اللي هو يعني كهارد درايف، عندك الروت فاليوم اللي هو الهارد درايف خلينا نقول عليه هذا السي موجود. زين تقدر تسوي باك اب، هذا الباك اب هذه اجهزه ثانيه. زين تقدر انت هنا تنزل عندك هذا اس 3 مثل جوجل درايف، تعطيك بعض الخدمات. وهذا الكلاود فرونت عندك تقدر تسوي بيه بعض التفاصيل نشرحها بعدين. ويا انت عندك 99.99 availability و reliability متوفرة هاي الخدمة. شو وقت ما تريد، شو وقت ما تقعد، أي لحظة تتفاجئ، أي لحظة تتعرض لإحراج، موجود هاي السيرفيس عندك وياها. هي آمنة متوفرة عندهم كل الكومبلاينس وكل ما تسعى إليه. وتقدر أنت لما تروح تقعد وياهم تقول ما أنا عندي حساب، عندي جامعة أريد أطلعها، أريد أسوي يوم ليرنينج مانجمنت سيستم LMS، شنو معاييركم، شنو تفاصيلكم، شلون تتأمنون على الداتا. ما تقدر تسأل، اكو اسئلة عندي بالفيسبوك انا منزلها حوالي 10 اسئلة بالبيج مالتي وبصفحتي الخاصة يعني بحسابي الخاص، تقدر تسألهم هاي الاسئلة وتحاسبهم قبل لا تنطيهم دينار. وهذا الحلو من هنا تجي الفاتورة مالتك كل سهلة مرتبة، وتقدر تتعامل وياها بكل سلاسة، وتقدر تعترض على أي مبلغ جاي عندك بالغلط مثلا، وبنفس الوقت رخيصة. موضوع السهولة احنا حكينا بيه، هذه بعض المواصفات اللي من تدخل الدورة اللي موجودة عندنا يعني على اليوتيوب، تقدر تدخل عليها وتفتهمها ويشرح لك هسه كل هذه التفاصيل، وشلون توصل لهيج معلومات من هالامور. هم مثلا من ضمن السي بي يوز اللي يستخدمون انتل اكزيونز اللي موجوده عندك هي الاي 5 سيريز، وعندك الاكزيون بلاتينيومز وهكذا. هاي كلها معلومات هاردوير اللي هم موفرين لك اياها كهاردوير لورا. قلنا احنا داتا سنتر، فهو داتا سنتر لورا موجود هاردوير مقدم لك اياها على شكل واجهه رسوميه، انت الشغل من عندها سيرفيسز، بس احنا اللي ورا احنا مثل المخرج وبالاضاءه والمصور وكل هذه التفاصيل اللي تدير هذا الموضوع. من اشهر الشركات اليوم اللي موجوده تستخدم السي 4 سيريز مثلا نتفليكس. نتفليكس من تحولت للكلاود صار عندها سيرفيس تقريبا كل العالم، وهذا ادى الى ناحيه البزنس، ادى الى ارباح يعني هائله بالنسبه لهم. عندك هاي الشركة الثانية همين أيضا تستخدم هذا السي 5 دو هذا الإكس لارج إيمج. هاي يعني قلنا هذه مواصفات السيرفرات اللي هم مسميها. عندنا قلنا هاي التفاصيل كلها تقدر تتعرف عليها بالكورس. وياها أنت هنا موفر لك إيمجز هسه إن شاء الله من ننفذ عملي، موفر لك مثلا أمازون لينكس ريد هات، عندك ويندوز، عندك اكو ايمجز مال ديب ليرنينج، عندك ايمجز للكونتينرز. زين تريد تتعلم شهاده ام سي اس اي، او تريد تشغل لك ويندوز وتشغل عليه مثلا مال باكيت تريسر مثلا، تريد تسوي يعني لاب وياك جيبك حاطه، وين ما تروح تسوي ساين ان من الموبايل من اللابتوب هو وياك موجود. وموفري لك هذه كلها الايمجز موجوده عندك، كليك دوس على سلك تكليك تشتغل عندك بثواني. ستورينج الداتا اللي هو هذا الاهم، انه انا اليوم عندي اجي طالب من صف اول لحد صف رابع عفوا الماجستير، انا شلون راح احط هاي الداتا موجوده واحافظ عليها واتطور
وعلى غفله استاذ وسام الحق لنا. ها استاذ وسام الهارد فول محتاج استورد، يلا دز احد البغداد او دز احد الاقرب مكان موجود بصلاح الدين يجيبوا لنا هارد. ها الهارد ما يفيد، هذا مو زين. هم فول ورا فتره، واستاذ وسام اركض وجيب لنا، وهاي كلها مكلفه وقت وكابابيلتي. انت بالبيئة مال التعليم الالكتروني لازم تكون جاهز اي لحظة، اي صدمة تجيك لازم يكون عندك سيرفيسز جوا ايدك جاهزة، اريدها سهلة بكليكات بسيطة تتوفر عندي. فهنا عندك هي خاصية الاي بي اس اللي هي الاستيك بلوك ستورج اللي هو يعتبر هارد درايف. هنا هذا السيرفر اقدر اشكل له كذا كذا هارد درايف براحتي، 3 4 5 6 7 براحتي. فرأسا عندي موجودات بالافيلبل زون، احتاج اضيف تمشي الدنيا عندي بسهولة، راسم من 1 إلى 2. النوعيات عندك تقدر تاخذ اس اس دي وبي نوعيتين، واكو عندك الاتش دي العادي، واكو شي يسموه الكولد ستورج. الكولد ستورج هاي مثلا عندنا وجبة مال طلاب متى تخرج يحول البيانات ماله مع الكولد ستورج اللي ما يحتاج سرعة هارد درايف عالية، فهذا نسميه كولد داتا. اخليها عود من يجي يسال على شهاده، يسال على درس، يسال على صحه الصدور او فتشي نطلع هي. اما البيانات اللي متحركه يوميا خليها على الهوت ستورج. تقدر مثل ما قلنا تطور، مثل هاي الموجوده هسه بالرسم، اقدر اضيف اني هارد اللي هو اي بي اس قد ما اريد بسرعه، واقدر انزل من يعني اقدر اشيلهم اذا ما احتاجهم، اميل كلش سريع. وتدفع انت هنا على قد الاحتياج مالتك، على قد الحاجة، وتقدر تسوي باك اب اول باول. سو ماندي يعني العفو، اثنين ثلاثة اربعة خميس جمعة تقدر تسوي انت ستور الهاي داتا اول باول، سو عندك باك اب تحافظ عليه، وتقدر تجدوله اوتوماتيكيا طبعا. وتقدر طبعا توفر موضوع الانكربشن، تقدر تشفر هذا الهارز والهذي حتى ما تتعرض يعني من الناحية الأمنية، انه انت توفر انكربشن تشفير لهذه الداتا. عندك خلينا نحكي عن الاس 3 ونروح ندخل العملية. الاس 3 هذه عبارة عن جوجل درايف او دروب بوكس، او عندك من عندك وان درايف مايكروسوفت، يعني الاكثر مشاع هو دروب بوكس وجوجل درايف. هذه هي مثلها، هذه يعطيك 5 جيجا مجانيه، بس هو هنا يحكي لك على المواصفات. اولا يقول لك هو بدورابيلتي يعني نوع من القوه ومن نوع من الاستقراريه 99 بوينت. هذا حتى سؤال يجيك بالامتحان اللي هو هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هسه بيجي نضافوا له 9 ايام بعد 11 9 أعلى ما أتذكر. المهم كل الحالات 99% دوت هذه durability، هذه عندك هي الثباتية مال هذا النوع من أنواع. هذا يختلف عن الهارد درايف، هذا تستور فايلز من هالأمور هذه. فعندك دي يقول لك السنجل باكيت الواحد، الباكيت هو هذا اللي يدعم لغاية 5 تيرا بايت. تقدر تتعامل وياه طبعا بطريقة سي ال اي او جي او اي على حسب ما انت تتعامل وياه، وكل السهل هذا يفيدك بامور معينة. مثلا عندك شغلات مو دايناميك، تريد كاميرات توصلها بي تربطها، عندك ابلكيشن معينة تقدر توصلها، عندك يعني فد مثلا فد داتا معينة او سو باك اب بشغلات معينة تقدر هنا انت توصلها، وتقدر تسوي عليها من ستاتيك ويب سايت. عندك بي مواصفات ايضا، هو مثل شلون قلنا تقدر تسوي عملية ارشيفنج، او تقدر تسوي له جدول ورا 5 سنوات تمسح له مواصفات طبعا. بالنسبة قلنا القضية الصحية، ان هنا عندك شلون قلنا طالب تخرج صار له كذا سنة
فانت اكو داتا معينه، مو شرط انه تبقى بهذا الاستورج هذا. فاكو شيء عندهم هو كلايجر، هذا الكلايجر اللي هو عباره عن انه يخزن لك الداتا اللي هي نقول عليها البارده دائما، هذه ما تحتاج فتره. ف موفري لك هاي الخدمات انت حتى تكون عندك بشكل بسيط وتقدر ترجع لها شو وقت ما تقدر، وحتى موجودة على شكل هذا الماجنتيك تيب القديم. سوالف هذه كل هذه الأمور عندك موجودة، فكلش يعني مأمنين الموضوع. زائد عندهم هذا الفولت لوك بوليسي، هذه موجودة عندك، وتقدر تخلي الداتا هذه مثل ما قلنا نائمة وقت ما تريد تسوي لها ريكول ترجع عندك. وهاي بعض المواصفات اللي هو بيها الستاندر، وبيها ان فريكوينت اكسس يعني اللي دائما ادخل عليها، او عندك اكو هذا اللي بمثل يعني مثل الذكاء، او خلينا نقول على اي ذكاء اصطناعي وهيك شيء زين، او اكو بي عندك مثل اكو بيها اللي موجود مثلا بافيلبل زون واحد، اللي يعني انه كل ريجن يتقسم الى 3 داتا سنتر يسموه افيلبل زون، وعندك الجليجر، وعندك الديب دايف اللي هو هنا من يتارشف على مستوى يعني مدى طويل، مثلا قلنا طالب تخرج صار له 10 سنين بعد هذه الفايلات ومثل الامور مالته، حولها بداتا حتى نقدر نستخدم السرعة الاستورج اللي عندي موجوده. وكاركتكت سهل يعني عندك هذا الويب سيرفر موجود، عندك الانترنت جيت واي كراوتر، يعني هذا طبعا موجود هنا هم عندهم سيسكو، عندك هذا الاي بي اس فاليو، تعرفنا احنا على الاس 3 زين، وعندك الستورجز مالتك اللي موجوده متوفره. فانت هنا هذه كونت بيئه ال ام اس لحد كأنفرا كهاردوير او هي بالكلاود. وعندك هنا راح يكون اكيد اللود بالانسر، وسوي وياك سكيلابيلتي شو وقت ما تحتاج عدد من السيرفيس. بالشغلات الكبيره طبعا او الامور المعينه زين، عندنا احنا قلنا نحكي بالسكيورتي. فمثلا يعني هنا الواجهه انطيها للطالب يقدر يدخل على ال ام اس حتى يدرس من البيت، او حتى لو هو ال ام اس موجود ان انت تدرس من داخل الجامعه، بس مثلا الداتا بيس احطها على برايفت سب نت، ما احطها على بابليك سب نت كمثال. عندك هنا السيرفيسز مالتك تبدا تقسمها، قسم من السيرفيس تحطه على بابليك سب نت، قسم من عدد تحطه على برايفت سب نت. هذا هنا بدنا نحكي هسه نتوركينج، وتقسم السيرفيس مالتك. عندك جروب بوليسي موجود هنا، السكيورتي جروب تنطيه بورت 80، بورت يعني بالنسبه لاتش تي تي بي واتش تي تي بي اس، عندك هنا بالنسبه اس اس اتش، اذا عندك لينكس بوكس وباقي الامور. انت هنا تقدر تسوي ليفل مال السكيورتي مالتك، تتابع تعليماته وتتابع الدوكيومنتيشن، تشوف شلون تبني هاي الانفراستراكشر. طبعا هنا الجروب بوليسي بيه جزئيات، هو ليس بفاير وول بس بيه جزئيات اللي هنا يتحكم لك انه شنو الاوت باوند والان باوند ترافيك مالتك، وانت تقدر تتحكم بيها، وشنو الالاو والديناي رول مالتك. مواضيع كلش قريبه من الفاير وول كاساسيات للدخول على السيرفرات. فهذا هو كمثال. مثلا هنا انت عندك داتابيس سيرفيس اللي هي بيها مثلا النتائج، وهنا عندك ابلكيشن سيرفر موجود عندك زين، وهنا عندك مثلا كويب تير معين اللي هو يقدم لك مثلا يطبونها من بركه. وحتى الطلاب عن طريق في بي ان، سيسكو اي دي كونكت، من هالامور هذه يدخل لهذه السيرفيسز والخدمات اللي موجوده يقدموها للطلاب وللاساتذه. الامور الاخرى مثلا هنا هو عندك هاي الفي بي سي اللي هو فيرتشوال برايفت كلاود، اللي هو عباره عن الواجهه مالت الداتا سنتر مالت الكلاود اللي انت تدخل من عندها. وهنا انت ممكن تنتخب بعض السيرفيسز او تسوي موضوع هنا عندك السكيلابيلتي، انه مثلا داتا سنتر 1 داتا سنتر 2 اللي هو اي وبي، وشلون نسوي حتى اذا هذا الريجن صار فيه مشكله قلنا احنا دائما لازم نتحوط، وشلون نسوي هاي الخدمات ب مثلا الريجن الداتا سنتر الثاني حتى في حاله حصول اي ديزاستر احنا نقدر نسيطر عليه. هذا هو بعطيك امثله السلايدات هذه خلصت. خلينا نشوف بعض الامور العملي
حتى الواحد يطلع من هذا الأمور مالت اللوجستية، خلينا نقول أوكي، خلينا نروح للجوجل مرتلخ. نفس بالاي دبليو اس فري تير، يعني حساب مجاني. هذا الفري تير راح تحتاج انت الى كريدت كارد، الكريدت كارد او ديبت كارد، يكون عندك ماستر او فيزا بيها 1500 دينار، بيها دولار يعني. فهنا انت كل اللي تحتاجه، هم ما راح ياخذوا منك اي فلوس، بس يتاكدوا ان الكارت مالتك فيه فلوس، وعندك 12 شهر مجاني، واذا خلصت 12 شهر ايضا اكو امور تبقى مجانيه وياك. واذا انت جدي من دول اللي يدرسون ومعتمد وهالسوالف، تقدر تتواصل وياي، انا انطيك مثل ما نسميه كريدت، حتى تقدر تفتح سيرفرات اعلى وهالامور هذه، بس تقدم لي اثبات انت قاعد تشتغل بالامور هذه ونعطيها. يعني بمعنى احنا نعطيك فلوس الكترونية نحطها بحسابك ان انت تشتغل بيها تستفاد منها حتى تقرا. من ضمن الامور اللي يوفر لك اياها هذا الحساب، اولا يوفر لك سيرفر بمواصفات 1 CPU وواحد رام، هذا اللينكس، لمدة 12 شهر 750 ساعة، يعني يشتغل عندك 24 في 7 أيام لمدة سنة مجانا. أي شيء تريده لينكس، تريده ويندوز يشتغل لك. هاي الأس 3 قبل شوي حكينا بيها، يعطيك لغاية 5 جيجا. عندك تريد داتا بيت سيرفر، هذا موجود عندك لمدة سنة مجانا. تريد أي بوست جريد، تريد ماي دي بي، ماي اس كيو ال، اس كيو ال سيرفر، كل هذه موجودة عندك. هاي اللامدا بالنسبة للناس اللي تشتغل على السيرفرلس، ماشين ليرنينج بالنسبة لل هاي سيج ميكر ماشين ليرنينج، عندك داينامو دي بي، هذه أكثر شيء جماعة الاي او تي يشتغلون بيها. عندك هذا اللايت سيل، ينطيك هاي بتجي هسه، هاي كانت شهر هسه مسويها 3 أشهر مجانية، شهر واحد مجانية صارت 3. هاي تقدر تسوي لك موقع على الانترنت بكليك، يعني هذا جات ديوتي اللي هو سيم سولوشن، هذا الاس ان اس مال المسجنجز وهالسوالف، هذه الناس الديفلوبر ايضا يستخدموا كل شوية. وعندك قضايا تبقى اللي هي اولويز فري، دائما مجاني، داينامو دي بي 25 جيجا، هاي لندن 1 مليون، وهاي سيرفيس، كل سيرفيس تقدر تدوس عليه وتستفاد وتقرا من عنده، او من تقرا الكورس راح تتعرف على معظمهم. هذا بالنسبه للحساب المجاني، فتجي تقول لك كريت اكونت، بالكورس ايضا شارح هذا الموضوع، تحط هنا ايميلك، باسورد، هنا بالاكونت تكتب اي اسم، تيستينج، اسمك محمد جاسم علي حسين، اي شيء هنا تكتبه للاسم، او تنتقل تحط معلوماتك، عنوانك، تفاصيلك البنكيه، ويصير عندك حساب ويب بكل هذه السهولة. نيجي من ندخل للحساب حتى نشوف شنو ال LMS اللي موجود اليوم بالسوق. فأول ما راح تدخل راح يطلع لك فتشي بهذا الشكل. هاي عندك سيرفيسز هنا موجودة تحت الكمبيوت، يعني عندنا السيرفرات، هاي الاي سي 2 حكينا عليه، شنو هو تفاصيل بيها. تحت كمبيوت عندك هاي لايت سيل، تفاصيل أخرى موجودة. أنا أفضل قبل لا تسوي حساب تروح تطلع على الكورس، حتى ما تظل هنا أنت دايخ ما تدري شو يصير. لازم تشوف الكورس، تعرف على السيرفيس، تفهم شنو هو الكلاود، شو يسوي، مين هي اي دبليو اس، شنو هاي الخدمات، تقدر تجرب حتى تتمكن، لان انت هنا هذا قدامك سيرفيسز جاهزه. انت ممكن تبني شركه او تبني جامعه الكترونيه بيوم، كل هاي السيرفيسز جاهزه، كلها سيرفرات وداتابيسز وشغلات كلها موجوده جاهزه.
حتى إذا عندك سيارة تريد تربطها سوا بدون سائق وياها، السيرفيسز موجودة جاهزة، كل شيء هنا تقدر تسويه، يعني كله مبني وجاهز، ما عندك فد شيء تسوي له انستول أو فد شيء تسوي له، هذا عاد الأمور الثانية، بس الأمور الأساسية كداتا سنتر كلها جاهزة. هذا الستورج حكينا عن الـ S3، حكينا عن الجليجر شوية، هذه هنا مواد الداتابيز للي مهتمين بيها، هذا اللي يدرس نتوركينج، اكو AWS نتوركينج، الديفلوبرز ديف ابس ديف سك ابس، هذه هنا المواد مالتهم، الاناليسز جماعه احنا بيج داتا، واحد من الناس بيج داتا، عندك هاي موجوده سيرفيسز كامله هنا، لا تتبهدل ولا تروح تنصب وتجيب الهدوب وتجيب لابتوب كبير، هاي كلها جاهزه هنا. ماشين ليرنينج هاي مختبرات كاملة جاهزة لايف، سيارة بدون سائق، كاميرا، ما كمبيوتر فيجن، هذا تشات بوتس، اوركنايزيشنز، هذا مال حتى غش بالامتحان من يصير زين، شو تقدر تلك فن هو اللي قاعد قبال الحاسب ولا لا، اللي مهتم بجانب الموسيقى يسوي اناليسيس عليه بالماشين ليرنينج، ميديا، قضايا الميديا وهالامور، عندك هنا المانجمنت والجفرنس هم الالكتروني على قولتنا وسموه، مو هذا المقصود به، زين هنا اكو امور عتمه وسكيلابيلتي وهالامور هذه، زائد الموضوع انه تنظم بالجفرنس، سكيورتي، نتورك، هذا ضافوه بالمؤتمر الاخير نتورك فايروول، هذا عندي حاليا اشتغل بيه، يعني عندك الاوديت مانجرز، عندك هذا الوارف، هذا فتشي يعني ايش تريد تقرا عنه؟ اقرا عنه، هذا الواحد اختصاص هذا الجانب، كل امور السايبر سيكيورتي والشغلات، يعني احنا اكو تفاصيل ما اقدر احكيها، بس يعني يصد هجمات، يصد شغلات، التفاصيل طبعا مربوط وياه كذا شيء، مو الواحد حتى يكون دقيق في المعلومه اللي يسمعني، اكو سيت كامل هذا الموضوع يترتب ويا اجهزه اون بريم تكون موجوده ترتب عليه وسوي عليه اكسس ليست وتبني هواي تفاصيل، يعني هذا ورا ما تتطور تقدر، بس هاي الماده تعتمد عليها كسايبر سكيورتي، والامور للتشفير بالنسبه للسي ام اس والكي ام اس، عندك هذا الانسبكتور قلنا جارد ديوتي بالنسبه كسيم سولوشن مثل السبلونج وشركات اخرى، وهكذا عندك اي او تي، نيجي هاي هنا قضايا الفرونت اند باك اند، جماعه الاي ار والفيرتشوال رياليتي، ابلكيشن انتجريشن، قضايا البزنس، وعندك الاي او تي، وهاي هنا قضيه الجيم، احنا قبل فتره سوينا جيم داي ويا الشباب اللي موجود بالكوميونتي على مستوى الوطن العربي، قلنا هذه هي الاي او تي، هنشوفكم في شيء عملي مش موجود للال ام اس، حتى وراه ان شاء الله نبدا ناخذ اسئله، فمثل ما قلنا انت اليوم حتى تبني داتا سنتر ما تقدر توفر هاي الانفايرمنت، ولا شركات عملاقه تقدر توفر هاي الشركات تعطيك هاي الخدمات جاهزه امامك، تعلمك اكو شهاده الها تعرفها وتمشي بيها بهذا المسار، وهو العالم هذا مسار اليوم، هذا اتجاهه، مثل ما نزل الايفون وكسر النوكيا وصار الايفون خلاص، نزل الاندرويد منافس وكل من باللي عجبه شايل بايده فد شغله ويمشي ويا التطورات، فهنا بس مجرد انت هسه تتعلم بالكورس راح تطب، مثل ما قلت لكم تلقون هاي الايمجز، لينكس، ريد هات، ويندوز، ويندوز طبعا باصنافه 16 و12 وغيره، الديب ليرنينج يحبون الديب ليرنينج، عندك كذا عندك ديب ليرنينج طبعا، عندك لينكس واعتقد اكو ايضا ويندوز، بس من الدورات اللي اكو فت قضية هذا ديب ليرنينج اللي يحبها على ويندوز، هذه كل الحكي هنا يسموه انفراستراكشر از سيرفيس، والوراها يسموها بلاتفورم از سيرفيس، يعني انا اجي اسوي لك الويب سيرفر، اسوي لك السيرفر واحط لك عليه ويب سيرفر او احط لك عليه انجينكس او شيء معين، وراها انت تجي تجيب الكود مالتك وتحط، انت حتى تبني السوفت وير، وللاسف هو يعني هي امريكا
ما عندنا سوفت وير انجينير كافيين انه يغطون هذا السبب، معتمد على الهنود. واحنا بالعراق عندنا السوفت وير انجينيرز ينعدون على صابع، كلش ينعدون على صابع. فهاي المعاناة اللي احنا نحكي بلد مثل العراق وبلد مثل امريكا مستعين بالهنود، والهنود يعني هم شالين اللود على امريكا، والهنود والامريكا بدون الهنود امريكا ما تسوى فلسه بالسوفت وير انجينيرنج. فهذا ايضا انت اليوم بدك تطور نفسك تسوي شيء، العالم وين صار بالكوفيد يحتاجون ناس انه انت تشتغل ريموت. بس مو معناه انت تروح تاخذ الشهاده وتجي تطب لي على الفيسبوك اني والله قدمت في امريكا وما قبلوني، لا مو هيك. اسوي لك جيت هاب، اسوي لك يوتيوب شانل، طب على اللينكد ان تكتب، سوي مقالات شغلات، يعني بين قوسين تسوق لنفسك. من تسوق لنفسك راح يشوفوك، يشوفوك هم يندقون بيك، يقول لك تعال وتقدم على شغل يباع على بروفايلك هيستوريك، مو كاتب لك صفحه مثلا باسمك وسويت برنامجين ومدري شنو، واكو اسس عالميه مثل الجيرا وسبرنت وبرادك وبروجكت مانجمنت وشنو، شلون يشتغل الديف ابس وشلون تربط الجيت وشلون تسوي بي انتجريشن ما بيناتهم. هذا هنا انت تكون متكامل، عندك لغه، اكو لغه والتكنولوجي تقدر تحكي وياهم بيها. هذه القضيه التطويريه لنفسك، حتى اكون المسؤول عن كلامي، انت تسوق لنفسك بطريقه تتعب ترتب من هالامور. هذا مثل ما تشوف عند الشباب بالكوميونتي ما شاء الله قاعدين بمصر عنده لقب عالمي اليوم، يكتب مقالاته كلها بالانجليزي، ما تعرف انجليزي يعني رتب هيك وهيك، اكتب بالعربي. موجوده عندك اليوم الشركات بدبي جت جوجل وامازون وعلي بابا وغيره كلها جت، يحتاجون، راح يحتاجون ناس لان اللود راح يصير كلش هوايه، فيعتمد عليك انت. فالنقطة اللي اريد اوصلها بهذه، احنا او امريكا تفتقر الى سوفت وير انجينير، فجت الشركات قال لك انت اليوم تريد تسوي مال تعليم الكتروني وتعتمده وتمشيه، اكو ناس سوت سوفت ويرز وموجودة عندنا بالعراق لكن فاشلة بسبب السيرفرز اللي موفرها، يطب له 1000 و2000 طالب من السوالف يوقف زين، ولا قاعد يعرف يحطها على الكلاود. فهذا يحتاج، الى واحد يكون كاتب هذا السوفت وير بطريقه معينه بترتيب معين، او حتى لو هو هذا مثلا الشخص اللي يسوي مثلا سوفت وير مال تعليم الكتروني، ما عندنا الموديل ان انفراستراكشر از سيرفيس، هو عندنا بلاتفورم از سيرفيس. نيجي على قضيه السوفت وير از سيرفيس، انا اليوم جامعه تكريت ابغى المبرمجين عندي يشوفون الهم، ولا ممكن اتعرض لمشاكل، ممكن اتعرض الى درجات تغلط، تضيع، تدخلني باشكاليات هوايه زين. وهذا هو التفكير الصحيح، يعني الشركات كلها تفكر هذا التفكير حتى شنو، تخلص من المسؤوليه. يقول لك انا شو اسوي؟ اروح اجيب شيء مثل ما انا اليوم، تعال بدل ما انا اروح افصل قميص وبنطلون زين، اشتري شيء جاهز. فهذه هي الإشكالية. سووا تيجي هنا مثلا للماركت بلايس، قبل لا ندخل موضوع LMS، هاي مثلا هنا تبي سيم سولوشن كسبلونج، هذا سبلونج انتربرايز، عندك هذا جينيبر فاير وول، كل شيء سوق، هذا رايح للسوق وتسوق، كل شيء موجود عندك. تريد لك سيسكو فاير وول، هذا موجود. مراكي اي اس اي زين، عندك هذا الفاير باور، عندك هذا الراوتر العملاق، هذا السي اس ار، ديك جنريشن فاير وول، كل شكل هنا، حتى مايكرو تك اكو.
زين تيجي للالمس مثلا، عندك قضايا بسيطة مثل المودو، هذا موجود جاهز. عندك هذا الكانفس، هذا الكانفس يعني هذا بأمريكا ماكو جامعة ما بيها كانفس. مدارس، ابتدائيات، متوسطات استخدم، لكن هذا يحتاج إلى سيرفر قوي، يحتاج سيرفر بيه مواصفات زينة يشتغل عندك كالأسد. شركات ثانية، احنا نعرف هذا المودل طبعا معتمد من كثير من الجامعات، تستخدمه من زمان يعني قبل أصير هاي الأمور. هنا أنا بالمقابل مثلا ست هذا ككانفاس تريد تعتمده، تشوف اللي هو باي بتنامي. طبعا تكون غير فيرجنات اللي هي أحسن، عليها ريت أعلى، هذا عليه ريت 3 نجمات. هذا بس مجرد تسوي سيلكت، وعندك هنا السيرفيسز والاسعار مالته اللي موجوده، وعلى حسب السيرفيس وعلى حسب السيرفر مالتك. فيبدا من تي 2 اكس، تي 2 لارج، السوفت وير مجاني، يقول لك الاي سي 2 تكلف 99 سنت، وهنا ياخذ 99، يعني ده 99 سنت بالساعه. زين طبعا اذا تحتاج سيرفر اعلى اكيد ترى مثلا احتاج لك هاي المواصفات تقريبا حتى تكفيك اذا عندك عدد من الطلاب، وقلنا احنا هاي السايز نقدر نغيره شو وقت ما نريد بكل التفاصيل كل الامور، مجرد ان السوفت وير تدخل عليه الشغلة. توكل على الله، لا ياخذ مدة كلش طويلة، يعني هذا يراد له محاضرة لوحده يشتغل عندك. لكن بس من باب العلم بالشيء حتى تسألون، تسألون مثلا اللي نشوف لو بيحتاج نلغيها ونرجع لها. هذا لانش انستنس من جديد مثلا كويندوز، اذا تريد ويندوز مجرد كليك. دائما من الطب ركز لي على هذا الموضوع، ان انت تكون على فري تير، لا تغير اي شيء بس اضغط نكست. شوف كل هاي التفاصيل من تدرس الكورس تفصيليا تقوم تعرف كل خان شو يسوي. ستورج هاي اختار لك فول ستورج، او تقدر تقول له نكست. هنا مثلا هو يحدد لك يقول لك الار دي بي يحتاج هذا البورت، تريد تضيف وياه مثلا اذا تريد تسوي ويب سيرفر، تريد تفتح ال HTTP مثلا، تريد تضيف هذا اللي حكينا قبل شوي عليها بالسلايد، تريد تفتح ال HTTPS مثلا حتى لو ما تلقيها، ال HTTPS دي بورت 443. فهذه الأمور أنت المفروض تعرفها، أنت جاي من environment تعرف شنو بورت 80، تعرف شنو بورت 443، تعرف شنو بورت 22 اللي هو الاس اس اتش. هاي اساسيات بسيطه، واذا ما تعرفه هو اصلا حاطه قدامك هنا موجوده جاهزه. بس هو انت اول ما راح تشغل ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك اشكاليه معينه وسيرفس ما تنفتح، فلازم عندك الاساس البسيط. ودليتكم وين تلقون الاساسيات حتى تقدر تدخل عليها. وهنا بس مجرد تقول له ريفيو لانش، وهذا تسوي له لانش، وهنا عاد تريد تسوي فد كي معين للتشفير راح يشتغل عندك في السيرفس. تجي هنا تلقى هذا السيرفس موجود هنا، هاي تسوي له عاد وراها كونكت. أول ما تشتغل تدخل عليها قدامك واجهة رسومية يشتغل، طبعا اكو يوزر نيم وباسورد لها، هذا سطيها مو هواية أقل الدقيقة المفروض. بس يعطيك public IP، يعطيك private IP، يعطيك كل التفاصيل هذول، تفاصيل السكيورتي الشبكة مالته حتى المونيتورينج. هذا اشتغل running، هذا بس سوي له connect، تدخل على واحدة من ضمن الخيارات أو تدخل على ال RDP client، راح يقول لك هذا الاي بي مالتك، او تدخل بالعفو الدي ان اس او الاي بي اللي شوفت لكم اياه، اليوزر نيم هذا ادمنستريتور، الباسورد هذا الكي اللي سويناه، سوي له ابلود، صعد هنا يعطيك الباسورد مالتك، و
وتنزل على الار دي بي وتدخل، عندي محاضرات سابقة موجودة تقدرون تشوفون هاي التفاصيل. فهذه هي السهولة. هذا السيرفر انت بالنسبة لك خلصت منه الشغل، اجي الزم اطفيه بالانفايرمنت الحقيقي، ما تطفي، سوي له ستوب. اذا انت مثلا كجامعة تشتغل من 8 ل 3 الظهر، بس بالنسبة لك تدريبيا اول ما تخلص منه ما تحتاج تسوي له ستوب، حتى الرصيد مالتك اللي يعطوك اياه 750 ساعة ظل عندك. وإذا تشوف نفسك أنت تدريبيا ما تحتاج، يعني ما بين شيء داخل هذا السيرفر وهالأمور، ما سويت ويب سيرفر أو ما سويت أكتف دايركتوري أو شيء، لا والله سوي له ترمينيت بس لمجرد الفضول مال التجربة، صار شد داون هسه. وعندي محاضرة أيضا موجودة على اليوتيوب اللي واني شلون أتمت هاي المواضيع مال أطفي والشغلة، وشلون أفتح سيرفس وأضيف شغلات وأمور. فالختمة يا أعزائي، اللي إحنا نحتاج إلى environment متكاملة، إلى بيئة موجودة. إن شاء الله إحنا بنرتب على المستقبل ويا أستاذ وسام تفصيليا نشرح الـ LMS من جوا زين، أو طريقة بناء بشكل بسيط، لأن إحنا ما نلحق كلنا نسويها بيوم واحد. بس أهم شيء لازم إحنا نفتهم الـ architect مالت الـ environment شلون يوفر أني هاردوير بسعات عالية متكاملة تنطيني الشغلات، حتى شنو اقدر استفاد من ساعات العجز اللي بيكون عندي عدد كبير، اعرف شلون اسيطر عليهم واحط لهم سيرفس معين. وانا اشكركم وجاهز للاجابه على اي اسئله، ارفعوا ايديكم او شوف شلون هذه حتى اجاوبكم على اسئلتكم. شكرا لك استاذ مهار على هذه المحاضره القيمه، بارك الله فيك. حبيبي استاذ، الله يحفظك ويخليك. شوف شنو هذا الكيو ان اي، هي خلينا نقراها. راح افتح المسجات، وطبعا استاذ وسام يعتبر من حضراتكم معكم عنده برف على مود كورونا، وان شاء الله الله يزيلها هذا الغم عنا. ماشي. هذا استاذ وسام سؤاله، انهم كاتبه يفضلون الكلاود، زين استخدام تكون الداتا سنتر شنو سويت؟ هو التخوف للكلاود انه هو احنا المشكله ماكو وعي، الوعي اللي موجود انه ما فاهم الوضع، هو يناقش بدون ما يعرف انه شنو الاسباب. وبالنسبه للسرعه مال الانترنت، طبعا هي ايضا هي مشكله، بس اكو طرق ثانيه لمعالجه هذه المواضيع حتى واحد يقدر يسهله. اكو امور مال كاشينج، اللي تقدر تسوي كاش سيرفر عندك يكون محلي حتى تترتب عليه هذه الامور. هذا طبعا قلنا احنا هذا اركتكت متكامل طويل عريض، بس احنا ابسط شيء ان اليوم قاعد يوصلون للناس، اللي تدخل على الفيسبوك، تدخل على السناب، وتدخل على التليجرام، وتدخل على هواي امور. زين اكو بطء اي، بس كل الامور المستقره اللي نعرفها ثابته هاي سهله، يعني مبينه ذيك هي، فتكون سهله بالتعامل. وطبعا يبقى طبيعه السوفت وير انت شلون راح تكتب وتعالج بهذه الامور. فشوف شنو أسئلتكم يا شباب، اللي يفتح المايك أو يريد يكتب وأنا حاضر. عليكم السلام ورحمة الله. شلون كتاب؟ حبيبي الله يحفظك. الله يخليك. أنا العفو دكتور وسام من مركز الوفاء، اللي سويت محاضرة ويانا قبل فترة. حبيبي دكتور الله يحفظك، أمرني. أشكرك الله يحفظك، الله يخليك. عشت ايديكم صراحة على هاي الجهود، وخاصة الإخوان بجامعة تكريت. يعني دكتور وسام حسن من قسم الهندسة الكهربائية وأداوم مركز الوساطة المتعددة. أنا ما أحب آخذ من وقتك أستاذ عمار صراحة، أنا بلشت الموضوع أنت من فتحت عيوننا عليه. أنا طبقت بالكورس مال المهندس عيسى أبو شريف، تمام؟ لو أنا تمام الشرح مال الأستاذ، فأخذت البري ريكوزيت كورس اللي هو حاط على دولفين اند. كملته. نعم. سؤالي كالتالي، يعني سؤالي كالتالي، اني دا امشي ان ذا رايت باث، يعني دا امشي حاليا بالطريق الصحيح، يا
يعني لا انا بيكون بدي جدا مضبوط، انت متابعه، لان انت هاي المعلومات ما حد يعرفها الا لما يكون داخل وده يمشي صحيح. تمام. انا صراحه شويه عانيت استاذ عمار من قضيه الفيزا، كانت تعرف مشاكل عندنا بالعراق، يعني هاي مساله الفيزا وهاي بتشتغل وهاي ما تشتغل. بعدين اضطريت طلعت بطاقه من مصرف الرافدين، وفات قصه صغيره حطيت فيها 15,000. المهم اشتغل عده تير، من اشتغل عده تيرز وفتح لي فري اكونت، اكو ري ان تكساس كونفرنس، مؤتمر راح يقام ري 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 ما يكون مال الاسم هيوستن، هذا مال هيوستن اللغة، ورجعوا الفلوس للناس. اللي راح يصير هو مال لاس فيغاس اللي وراه، مال اللي لاس هيوستن فيغاس، اللغة هاي شيء بسبب ذكرته الفيروس. إيه؟ هو تمام. وكان بالمناسبة بيقول احنا نعم مثله، احنا راح نسوي شيء مثله بالعراق بس يهدى الوضع. راح نسوي شيء مثل نعم مال هيوستن، او مثل، مو بضخامة مال فيغاس طبعا، ما راح يكون مع الضخامة، هذا شيء كبير، بس نعم راح نسوي شيء كبير مرتب ان شاء الله، بحضوركم، حضور الجامعات، حضور المؤسسات، يكون نسخة بالعراق واكون انا موجود فيها. عشت ايدك استاذ ممتاز. فكان اكو بي انه تحضر اتندنس لو فيرتشوال، الاتندنس هم طرحوا بي فري سيت يعني مال وخلصان لاس فيغاس، افضل مال لاس فيغاس الفيرتشوال. تقدر، مال لاس لا فيغاس فيجاس تقدر تحضر مجاني، اذا يكون من تحضر اي مجاني اذا ريموت، واذا اي تريد تجي فيرتشوال ان هو بيرسون ب 1800 دولار. اي تمام استاذ، بس يعني الظرف ما يسمح فطبيت على الفيرتشوال. سؤالي انه بالنسبه حتى لباقي الاساتذه حتى لا يجوا يفوتون، انا بديت نفس الخطوات اللي قلت عليها، الكورس اللي طرحه المهندس يمكن محمد سمير، طبيت على عيسى ابو شريف، عيسى ابو شريف قادني الى الدولفين اند، اخذت بريفيوس كورس اللي هو تي سي بي اي بي ومجموعته، وبعدين المفروض ورا ما اخلص ارجع اشوف الكورس مال المهندس عيسى ابو شريف. سؤالي استاذ، النكست ستيب ورا ما اخلص كورس عيسى ابو شريف، انا راح اعرف وين اروح لو اكو توجيه ثاني يعني من حضرتك؟ هو انت قاعد تخلص ال 30 ساعه التدريبيه، خلص بعدين صرت تعرف تبدل وتعرف تسوي تصاميم، تعرف تسوي ال ام اس، تقدر تسوي هواي شغلات. شو والله تريد تسوي؟ استغرب انت راح تتعرف على تمام الخدمات كلهن تفصيليا. انا مثل ما نقول قبل تعرف السوق، بالضبط، معناته يعني وين هو تحس من يعني المسار مالتك، شلون راح تمشي بيه. يعني ما متوقع بهالضخامه هاي، بس حقيقه بحر وحسيت نفسي مو قطره وانما ضايع، يعني حسيت نفسي انه وين عالم، وين يعني كوارث شفت اني انطبيت على الفريتير والخدمات وقفت. فانا شغلتي انحابها اللي هي المشين ليرنينج والاي او تي، يعني فهو إيه، سؤالي كمل هذا انه يعني الاساس، من تكمل هذا الاساس ذاك الوقت نعطيك توجهات شو تسوي بالمشين ليرنينج. احنا المشين ليرنينج عندنا مال العراق الحمد لله، والسبت الجاي احضر لنا، موجودين عندنا انا ومأمون، يعني مأمون هو استاذنا بالمشين ليرنينج. زين، والبارحه إن شاء سوينا الله لقاء انا وياه، كان لقاء اجنبي، والاسبوع الجاي عندنا ضيوف من ناس امين، راح يكونوا يعني واحده من العشره الاوائل بالعالم. زين، هو طبعا مأمون اللي واحد من هي العلم اكيد. السبت الجاي يكون ما الساعه شاء الله 8 ان شاء الله، تابعنا على الفيسبوك. وهذه مأمون عراقي من مثلي، على الكلاود، ملتقى الكلاود اللي حضرتك يعني انا ناشئه ويا انزلها هناك، اي انزلها هناك وتحضروها وتشوفوها ان شاء الله. يعني يحاولوا يطلبون، ما اعرف بروف على شنو، ومن يدوسون بالغلط الطار على الويب اكس. عندي السؤال او عندك سؤال، نشوف الشات اكو شيء بعد رابط التسجيل. ماكو تقريبا، ما عندي شيء بعد هذا. هو يلا، انا اشكركم وتحياتي للعاملين على الموضوع، وان شاء الله ان يعني خلال الاسبوع الجاي قبل نهاية الشهر ان شاء الله نرتب لقاء ونحكي بكل المواضيع التفصيلية، واشكركم مرة ثانية. شكرا لك الأستاذ المهندس عمار خنون، متخصص في مجال الداتا سنتر وصناعة الأوسب السحابية في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لك شكرا أستاذ، لك أستاذ العزيز، الله يحفظك، مع أهلا السلامة. وسهلا إن شاء الله.